قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الرئيس السيسي يتابع أعمال ترميم الآثار بمعبد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر أولا بأول. جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها مدبولي لمتابعة أعمال الترميم بالأقصر، وعلى رأسها ترميم معبد الكرنك وطريق الكباش. مزيد من المعلومات في سياق التقرير التالي. أعمدة وكتابات وزخارف هيروغليفية يتم ترميمها بسواعد وأياد مصرية، شهد عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء جولة تفقدية لمعبد الكرنك وطريق الكباش بمحافظة الأقصر، أثنى خلالها على مجهودات الشباب الأثريين وأجرى حوارات متنوعة مع السياح المتواجدين بالمعبد للاستماع إلى آرائهم وانطباعاتهم خلال زيارتهم لمصر. سيادة الرئيس بيتابع معانا كل هذه المشروعات، يعني امبارح يمكن كنت بعرض على فخامته بعض الصور من الجهد اللي بيبذله الرائع اللي بيبذله شبابنا في ترميم معبد الأقصر والكرنك، وهنا الشغل الجميل اللي بيتعمل. يعني الحقيقة حاجة تفرح وتشرف ان شايفين شابات، يمكن شابات وشباب من خريجي والعاملين في المجلس الأعلى للآثار، وهم بيرمموا وبيستعيدوا الألوان اللي كانت موجودة على المعبد من آلاف السنين. أعمال ترميم الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك تستهدف إظهار ألوانها الأصلية بعد إزالة آثار عوامل التعرية من عليها، مع إيلاء أولوية للأعمدة على هيئة زهرة البردي المفتوح وتركيب أجزاء من تماثيل أبي الهول في أماكنها الأصلية، وتمتد أيضا لعدة معابد وأماكن أثرية أخرى. إحنا بنتكلم على طريق 2700 متر تقريبا طول، بيصل ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر. أعمال الحفائر بدأت بالفعل من 2017، تم الانتهاء من أكثر من 98% من الكشف عن هذا الطريق في الوصلة ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر. لسه عندنا حفائر مستمرة عند نجع أبو عصبة، وهناك اكتشافات ظهرت جديد لبقايا كباش جديدة في هذا المكان. عمليات ترميم دقيقة تشمل 134 عمودا رئيسيا بمعبد الكرنك، يصل ارتفاع كل منهم إلى 20 مترا، تأتي ضمن خطة الدولة للاستعداد لاحتفال أثري تاريخي لا يختلف كثيرا عن موكب نقل المومياوات التاريخي. ثلثي آثار العالم تجدها في أرض الكنانة وتحديدا في مدينة الأقصر، أمانة تحافظ عليها الدولة المصرية عن طريق ترميم الأماكن الأثرية المختلفة للحفاظ على حضارة علمت الماضي وأبهرت الحاضر. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.